فيش قواعد بيانات، ولكن تم إنشاء قواعد بيانات في الجامعات. ورأينا في هذا الأخ العزيز الدكتور شيخ حمدي بدأ بالقصر العيني، وبعدين بدأ بالدمرداش وبعين شمس، وبعدين بالاسكندرية، وبعدين بالأزهر، وبعدين بأسيوط، وبعدين بطنطا. وكل الجامعات أصبح فيها قواعد بيانات محلية. ثم عملنا قاعدة بيانات قومية، وانتقلنا إلى أكبر قاعدة بيانات على مستوى العالم اللي اسمها الـ MSDs، فيها 35 دولة بيجمعوا حالات بقالهم 12 سنة. المشكلة كمان في المرض ده إن هو بيصيب الناس أو بيصيب الشباب في سن مبكر جدا، في سن البرودكتيفيتي اللي هو فيها سن الإنتاج، المفروض الطاقة الإنتاجية بتاعته تبقى موجودة، المفروض إن هو بينزل شغل وبيعمل إنتاج وهكذا. عدم الاهتمام بالمرض ده كان هيؤدي الى نتائج اقتصاديه كمان، مش بس نتائج صحيه، نتائج اقتصاديه، ان هو المرضى دول مش هيبقوا لهم اي برودكتيفيتي، مش هيبقى لهم اي انتاج، فبالتالي مش هيبقى المريض مريضه بس، هيبقى مريض وهنفقد طاقته الانتاجيه كمان، مما يؤثر على السلب على الاقتصاد بتاعنا كمان. المؤتمر النهارده بتشارك فيه الجمعيه المصريه للامراض العصبيه للتعريف والتوعيه بمرض التصلب المتعدد، مرض الام اس او التصلب المتعدد. اعراض التصلب المتعدد متنوعه جدا، وعشان كده اسمه التصلب المتعدد، لانه بيصيب مناطق متعدده في الجهاز العصبي، ولكن في خمس اعراض شهيره. الخمسه دول لو حد حس بيهم لازم مباشره يتوجه لدكتور المخ والاعصاب. اول حاجه التهاب العصب البصري، فجاه يحس انه مش شايف كويس، او انه الرؤيه ما بقتش واضحة، او ان في غيامة على العين، او ان في سواد قدام العين، او ان الرؤية ما عادتش واضحة قوي، كأنه شايف من وراء ازاز. الحاجة التانية لو حصل تنميل في الاطراف، تنميل في الاطراف الاربعة. الحاجة التالتة لو حصل اهتزاز في المشي، المشي ما بقتش موزونة. الحاجة الرابعة لو حصل ضعف في الاطراف الاربعة او احد الاطراف الاربعة، يعني ايديه تقلت، رجليه تقلت، ايديه الاتنين تقلوا، رجليه الاتنين تقلوا. الحاجة الخامسة هي التحكم في الاخراج، لو حس ان هو في صعوبة في التحكم في الاخراج، مش عارف يتحكم في الاخراج كويس، او ان في احتباس في البول. الخمس اعراض دول ايا منهم لازم يتوجه مباشرة لطبيب المخ والاعصاب. هو النهارده المؤتمر هيتكلم على علاج جديد، مش جديد على مستوى العالم، لكن جديد اعتماده عندنا في مصر، هو عقار الاوكريفاس او الاوكروليزيماب. ده العلاج مرضى التصلب المتعدد، وبيوظف فيه نوعين من امراض التصلب المتعدد: التصلب المتعدد الاولي المتقدم، والتصلب المتعدد المنتكس المتعدد المستعصي على الخطوط الاولى من العلاج. اما بتتكلمي على الوقايه، طبعا الوقايه هو الامراض ما مشهور قوي ان الامراض هذا المرض له علاقه بنقص فيتامين د، ليه علاقه بعدم التعرض لضوء الشمس، والحياه اللي احنا ابتدينا نعيشها في الفترات الاخيره اللي هي الحياه اللي داخل البيوت ما فيهاش التعرض للشمس والانشطه. الوقايه منه ان انا اعيش حياه صحيه، ابعد عن الاغذيه اللي هي اغلبها جانج فود اللي بقت استخدامها دي، وارجع للحياه الطبيعيه مره اخرى. كعلاج منه ده بقى بيبقى تحت اشراف الدكتور المتخصص في علاج التصلب المتعدد. والعقارات دلوقتي احنا عندنا في مصر دلوقتي مش اقل من 7-8 عقارات متوفرة لحماية المرضى من تقدم المرض ومن حدوث الإعاقة المبكرة من هذا المرض. المؤتمر النهاردة مؤتمر جميل، لان هو بيلانش او بيقول ان في عندنا دواء جديد لعلاج مرض من الامراض اللي كانت مستعصية فترة كتير جدا من الوقت، بيتاخد مرة كل 6 شهور. المرض ده مبدئيا هو اسمه التصلب المتعدد، اللي بيصيب الشباب في سن صغير، ممكن يجي هجمة ورا هجمة ورا هجمة فيعمل اعاقات. فلو المرض ده اتلحق في الوقت المناسب بعلاج قوي وفعال، ممكن قوي ان هو يفرق مع المريض ويوقف هذه الاعاقات، ويقدر الانسان يعيش حياة بشكل طبيعي. لا، هذا المرض لا يسبب الوفاة، لا يسبب الوفاة، ولكنه للأسف يمكن لو ما اتلحقش بدري يسبب اعاقة. كون ان احنا النهاردة في هذا المؤتمر جايبين امل جديد لهؤلاء المرضى، فدي حاجة رائعة جدا. أدوية الام اس كتيرة جدا، والدولة كتر ألف خيرها الحقيقة في الفترة الأخيرة، يمكن من 2013 وقبل كده في التأمين الصحي كان عندنا انها بتدعم هذا الدواء. مؤخرا بقى من 2013 فنفقت الدولة، فاللي ما عندوش تأمين صحي بيقدر برضو يصرف علاجه بالمجان.
دوره حقيقه مؤخرا دخلت دواء جديد. دواء بيتاخد كل 6 شهور، والدواء ده مكلف جدا 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 في الخارج. يمكن هو دخل وزاره الصحه بسعر يكون مناسب لظروف مصر شويه، بس الحقيقه طبعا شكر خاص وشكر وتقدير انها قدرت تدخل هذا العلاج الفعال اللي هو بيتاخد كل 6 شهور.